أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص يعمل في بنك ربوي وهو رب عائلة ومصاريف العائلة على عاتقه، فهل يترك العمل مباشرة أم يبقى في عمله ويبحث على عمل آخر، مع العلم أنه من الصعب جدا إيجاد عمل في بلدنا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله. لا يجوز العمل في البنك الربوي، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الكاتب والشاهدين لأنهما أعانا على أكل الربا بشهادتهما وكتابته، أدل على أن التعاون مع البنوك أو مع المرابين أنه يأخذ حكم آكل الربا ويشارك في اللعنة. فعليك بالمبادرة بطلب العمل المباح وأن تترك العمل في البنك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بادر بترك البنك وطلب العمل خارج البنك في مكان مباح، وإذا علم الله منك صدق النية فإنه ييسر لك